وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي النهارده اتكلم وقال ان رخص الاتصالات الدوليه متاحه لشركات المحمول في اي وقت ويقدروا ان هم يحصلوا عليها بدايه من بكره اول ما يسدوا كامل قيمتها بالدولار الامريكي. وقال انه ما فيش اجبار على الشركات انها تشتري الرخص وان ما فيش ميعاد نهائي لحصول الشركات دي على رخص الاتصالات الدوليه حتى الان.